اهلا بيكم في سادس حلقات كنز بتضحكوا عليه. سادس حلقات كنز الالعاب مع عائلة زايد عمر صاحبي وحبيبي واخويا واخوه كبير لصاحبي وحبيبي واخويا الصوانطط علي زايد. وحشني يا رزيعة. انا مش محتاج اعرفكم بقى بالليلة دي. بغض النظر عن انت اخويا بس نبرة عنك الطلعة دي. نبرة عني؟ انا انت وهو. طلعة دي تلزمني يا رزيعة. نبرة عنانية واكيد. نبرة عنانيك انت وهو. دي كلمات معكوسة. اتفضلوا يا اساتذه يلا نبتدي عشان احنا جايين نخلص بالصلاه على النبي. وعشان اكون واضح وصريح معاكم القوانين هقولها لكم قبل عشان معنانية ومش معنانية اللي هتطلع لي بيها. الفوره من 10 معانا بره جغرافيا بره عندنا حكم نبيل شريف عفيف. ما انا عارف طبعا اسمه عمر بكاري جسامه. ينقص يعلي يزود براحته. لا انا من اولها معترض. معترض يا استاذ عمر. انا معترض على الحكم. هنوريك نبذه بسيطه. معلش بقى كت يا ابني انا معترض على الحكم. احنا اتنين. الحكم ده متحيز ضدي وعنده يعني ايه مشاكل شخصيه فانا بحط. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقه دي هنبتديها ماينس 3 علي زايد ماينس 2 عمر زايد ماينس 2 مروان. ليه تقول لي ماينس 2؟ حقك تسالني. اسالني كده عشان ده شيف وده طبق. لا 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 مالهاش علاقه. اسالني ليه انا قصدك ماينس 2 ليه؟ ماينس عشان بقى لنا نص ساعه عايزين نصور وانت اللي مأخر. طب وليه هم 3؟ معلش انا هو 3 وهو ده 2. حصل ليه ده 3؟ عشان قله ادبه. لا 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 الشيخ حسني اللي هناك ده خلاص سلمني بقى يا اخي. وانا 2 بعد اذنك. انا ما اسمحش بده. انت 2 كده رقفه ثانيه. عشان ما تتمسخر بقى صاحب ده. طب يلا يلا عشان انا استكر. يلا والله الكلمة. طب هتبقى 3 زيه؟ لا خلاص احنا نبتدي كلمات. يلا الكلمات المعكوسة بسم الله الرحمن الرحيم. يلا انا في واحد بعت لي رسالة عندي على الفيسبوك على الانستجرام قال لي كيفية حل الكلمات المعكوسة. يلا هتعرف تلعبها؟ طيب والله العظيم زي طريقة عمل البني وحياة ربنا. هتعرف تلعبها؟ هتشوف. هنشوف. هفاجئك. يلا يا سيد. يلا باشا. والله قال لي على السحر. دال ر واو ب ي كاف. كيبورد. صح. شكرا عمر زايد 1-0. بس شفت شفت انا رحت عليها بدليل ان انا ايه كنت قريب. ماشي ماشي. حلوه يا عمر. حلوه يا عمر. اخويا ابن امي وابويا. اهلا وسهلا. يلا يلا برو. يلا بيه. اتفضل. مكان بتتواجد فيه الاستاذه محاسن الحلو. السيرك. جدع جدع. لا انت هتعمل. ماشي ماشي. ولو رفع ايده يتماينس قول له يلا بينا. لا انت لو رفع ايده داس على ايدي كده. لحظه واحده انت هتقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ لا لا خش عليه. لا لا خش عليه عمر. ادخل امورني. اما ينسوا ليه؟ تمام. ده بيقول لك ادخل كلمه ايدك ايدك اليمين يا حبيبتي الشال. ايوه ايه ده؟ ادخل كلمه في اغنيه مشهوره طبعا شويه. اتفضل. شويه. حبيبي شويه شويه. يا غلط غلط غلط. ايه ده ايه ده ايه اللي انا غلط؟ ليه ليه ليه؟ إجابة صحيحة. شكرا. إجابة صحيحة. شكرا للحكم المحترم. هي خليني شوية شوية للحكم المحترم بس. تمام انا عدت اخويا برضو. متشكر يا حكم محترم. ماشي شكرا. ماشي هو ده بتاع البعض بس كده بقى بتاع الفار. خش اللي بعده. الإفيه اللي جاي من فيلم ايه؟ انا عايزه ورد يا ابراهيم. اتفضل. ايه احلى الاوقات. صح. ده فرم صباعي. احلى الاوقات. انا عارف ادوس يا عم. لا يا جدعان الماتش بيروح مني يا جدعان. انت لسه تحت. كده صفر. ما هي عاصمة إيه؟ دولة الإكوادور؟ ده حتتك. بص لسه حاجاته بقى. بص بص انا فهمت انا ليه جوه قلت لك بلاش الأسئلة بنت اللي ها؟ عاصمة دولة الإكوادور هتجاوب ولا اديك ماينس؟ انا ما قلتش عنها. طيب ما تقلش أدبك. وانا لو جبت من غير ما ادوس. لا 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 جرب. لا عادي مش هيحصل حاجة. قول. ايه الكلمات؟ ايه الكلمات ايه يا ابني؟ بقول لك عاصمة الدولة. ايوه انا جاوبت من غير ما ادوس على الزر. ولا كاني سامعك. بس خلي بالك لان لو طلعت صح حد فيهم سرقها هيدوس ويقول. اوكي. واللي في النص ده حرامي. اوكي. واللي جنبه حرام اكتر منه. اوكي اوكي. تحس ان هو سأل السؤال في صحراء. طيب هنعد 10 ثواني. 1. انت قلت الاكوادور. 2. بنما. 3. ده قال بلد تانية يعني. 4. لا انا فاهم هو يوصل ايه. بنما. لا. 5. انا فاهم. تظن هي نفس عاصمة البلد. انت بتشتغل. 6. الاكوادور. 7. الاكوادور وكمبوديا.
8. ايه عاصمه الاكوادور؟ 9. ماليش علاقه ان انت كنت فاشل في الجغرافيا. لا لا. 10 يلغى السؤال وينتهي السؤال. كيتو. كيتو يا عامله دايت. كيتو ما شاء الله. احنا كده احنا كيتو وحايد بيحلب بالله. اه والله حكم. كيتو النتيجة الآن أستاذ علي زايد ماينس 2. لا ايه ده ليه ليه؟ انت بادئ ماينس 3. لا لا ايه ماينس 3 دي؟ ايه ده؟ واحد. ايوه يا جدعان. أستاذ عمر زايد 0. طيب الكلمات المعكوسة مرة أخرى. اتفضل يا أستاذ. ته مربوطة طه نون شين. شنطة. جدع. ايه ده؟ قلت لك الواد قال لي حلها ازاي؟ ما صدقتنيش. رينج. طيب الحاجة اللي جاية هي فاكهة. فاكهه. اه كيوي. مدوره ولما بنيجي نفتحها عباره عن حبيبات صغنططه كده. رمان. لا صح. ايه ايه بعده؟ لا ده انا نبيها قوي خلاص. لا زمن الكنترخ انت. حبيبات. ها حبيبات يبقى رمان. امان. ادخل كلمه. ولا انت بتبص لي كده ليه؟ قول. ماينس على طول. هتاخد ماينس كمان عشان اللي تزوقك بيت ماينس 3. تفيس عشان كلحتي. سيبك من الكلام ده. السلامبوتو. في الكنترول نظبط الدنيا. في الكنترول نظبط الاداء. ادخل كلمه تاني في اغنيه مشهوره. اتفضل. ماشي معاك 5 ثواني. لا ماشي. 1 2 بتغششي له استاذ اللي بره. 3 تاني تاني تاني. ايوه راجعين للفرح تاني. ايوه ايوه اغنيه حلوه. فكرني يا علي. حلو حلو. انت فاكرني اوعى. خلي بالك النضاره دي طالبه مع الزمن القديم. يلا بينا يلا بينا. معلش انا عايز ثانيه واحده. مراتي بتغششه. ما انا خدت بالي. ما غششتنيش والله. والله ما غششت. عايز اقول لك على حاجه براحتها بس قسما بالله لو لقطت حاجه من اللي هي. طب انا كده انا كده 2 صح؟ مالكش دعوه. بس هو كمان صح. ليه صح. ليه ولا ليه عمره؟ ماليش دعوه. ايوه على فكره على فكره انت صح يا مروان المره. بقول لك ايه انا كده 2 صح؟ عشان بس استاذ انا بحذرك مش هعرف اكلم مراتك. لو سافر بره هتلاقي ميس عمر زايد. بس بالظبط. بالظبط. لا ميسيس عمر زايد. ميسيس عمر زايد. يلا بينا. الله يرضى عليك. اسم الفنانه هند صبري في احلى الاوقات كان ايه؟ 1 2 تحت ايدك. تحت. 3 4 5 ماينص. يسري. صح. يا غبي يا غبي انت غبي. قول يا يسري. قول يا عايزه ايه. صح. لا الورده هيشبعك. لا لا وتفتكر هشبع كده يا يسري. والله العظيم عمال اقول الورد يا يسري. ايوه صح صح. دخل البيت اللي هو ابراهيم. صح هو ابراهيم. طيب ما هي عاصمه دوله ابراهيم؟ كالاكاتا. غينيا. بيساو. ولا العاديه؟ لا غينيا العاديه. اه لا انا عارف بيساو. يا كنت مذاكر غينيا بيساو. كنت عارف غينيا الثالثه الاستوائيه. ما هي عاصمه دوله غينيا؟ ديجري سترايم. انت ايه يا معلم شايفنا ايه النهارده يعني؟ ليه اكوادور وغينيا؟ احنا كنا بنتوه في البرتغال والمانيا. اصلا ايوه ليه فجاه عامله كده؟ غينيا دي تقريبا انا سمعت الاسم فاسو. فاسو انا بقولها. لا انا السين بتاع بلا بدا عارفه هرش. قول لي. طيب يا ريت نلغي السؤال. هديكوا اختيارات. ماشي. ايه ده انت حلو. طب ايه ده ودي هنلحق عليها؟ باتشكالي وماتشالي دي هنلحق عليها على الجرس ولا ايه؟ ولا اللي يلحق يا على الجرس بقى. طيب ياني هني تريانكي. اه احنا عندك دي. اعلم بالله انت عندك دي بيانكي. العجمي. تريانكي بيانكي العجمي. عندك تريانكي. اه يا عمور. اه يا عمور. قول قول. كوناكري. كوناكري. ايه كوناكري انا اخترت. صح. يا عم ايه ده؟ ايوه بس بسرعه يا عم. مش في 3 اختيارات وسؤال؟ هو مش في فريق اسمه حريه كوناكري؟ ايوه هو ده. هو ده الغيني. جبتوش ليه؟ عشان كده جبت. ايه؟ ما جبتوش ليه؟ انا فاكرك هتقول الثالث فمستنيه بس كنت اقول ماشي عشان ما اعترضش على حاجه. النتيجه الان بحق ربنا بس استاذ علي زايد ماينس 3. يا عم بقى سيبك من ماينس 3 والعبط ده. قول لي الحق ربنا. معلش معلش. مروان 2. الحمد لله. عمر زايد 1. تبادي من تحت. 1 ليه 1؟ تبادي من كوريا. وانا المفروض دلوقتي 1 بحق ربنا عشان انا مفيش حاجه بحق ربنا. لا انا كنت 2 وجاوبت غلط بقيت 1. يلا يلا يعني 1 1 2. لا بس يعني الكلمات المعكوسه. ر الف قاف ي س واو م. اتفضل. اتفضل. استاذ نمور. طب قولها بسرعه. 1
2 هاي بسرعه ادها لي مره واحده في حقي. 3 حقك ده هناك. 4 4 باراكوت. 5 ماينس. حلو. ايه بقى الاجابه؟ انا ما لحقتش اركز. بس ايه الاجابه؟ غلط ولا ايه؟ ايه الاجابه؟ هقولها تاني. انت بره عنك. هو بره عنه؟ لا عادي موجود. ر ا ق ي س و م. انا باصص على عينيك. لا والله انت ابيض انت. دي اول مره من ساعه ما بدانا البرنامج ده يبقى حد كده. موسيقار. صح يا لعيبه. قلت لك ثالث مره هجيبها. لعيبه. ر ا ق. عارف انا كل ده القاف لقيتها كاف. عمال اقول ايه السيكا دي؟ ايه موسيكلات؟ مش عارف ايه الكاف دي لغايه ما ركزت في قاف. موسيكلات. موسيكلات. انا مش عارف. يلا طيب السؤال اللي جاي صعباني. لانه ايوه هو مكان واحد معالم مصر والناس بتحب تزوره وموجود في منطقه مش عارف تعتبر منطقه ايه وبعد كوبري قصر النيل برج القاهره. صح. مبرع عنك. هو صعباني عشان يلا عشان المتحف المصري والبرج. ايه هو صعباني من هنا زمالك. يلا تقول كده بس بسيطه قوي يعني. انا هنا كده اتنينات كله موجود في منطقه ربنا كده اتنينات عموره. ادخل كلمه انا اللي اقول السكور امتى ومش دلوقتي سكور يا عم. ايوه في الاخر بعد العصر. يلا بكره الساعه 7 جمعه بعد الصلاه ان شاء الله. ادخل كلمه جوايا في اغنيه مشهوره. انا دوست اول واحد. انا صدقني انا اول واحد. لا انت كده كده ما دوست. والله انا دوست اول واحد. انا اللي دوست. والله دوست اول. عمر هخسرك فيها والله. اتفضل استاذ علي. واحد اتنين. جوايا حنين وغرام. ايه ده انت تعرف الاغنيه دي؟ ايه الاغنيه دي؟ شو اغنيه مين بقى؟ اغنيه خالك. ايه ده بقى؟ اللي ايه ماينس. لا ليه 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 ليه؟ بص بقى الحركه دي. استنى لحظه واحده. لا 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 ثانيه واحده يا جماعه. لا دي اليسا اهو. والله لا والله عايشه لك احلى. ايوه والله. ايوه مش دي اللي قالها. مش دي اللي قالها. مش تاكل بليل. عايشه لك احلى سنين. طب ممكن اقول ايوه جوايا حنين على طول. ما قالش بقى هو عرفه اليسا. صح انا كنت هقول اليسا. صح يا استاذ خدتها. ده بياكل فاكهه. لا 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 اقسم بالله. ليه والله ابدا. لا اقسم بالله كنت هقول جوايا اللي هو قالها. طب ماشي. طب ما انا قلت اهو. طب ما انت قلت اللي هو قالها. طب ماشي. ما انا قلت كده. اقول لك على حاجه جوايا ليك. انا كنت جوايا ليك. طب انا مالي باللي كان بيه يعني. انا جاي وقلت وده يقول لي انا كنت هقولها. ولا انت شفت. ما انا قلت مش عليا. استنى بس. ماشي. لا بس انا مش ماينس. لا انت ماينس جاوبت غلط. جاوبت صح والله. جبر على انيك. لا 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 انت بتالف اغنيه على اللحن. انا قلت جوايا حنين على طول. لا اسم الفنان اشرف عبد الباقي في فيلم حب البنات. اتفضل. مهين. صح. يلا بقى عشان انتوا هتسخنوا. انا مستنيه يكمل. امي في الحلقه دي. انا مستنيه يكمل. انت هقول والله. هو احنا ممكن ندوس نص السؤال. لا ما بره عني. عايز تاخد الريسك خد الريسك. عاصمه دوله هولندا. اتفضل. امستردام. صح. علي ماينس 2 مروان 2 هو بيهرج. لا ستوب والله ستوب ستوب. عمر زايد 2 يا ابني انت وكل هو بيهرج ماينس بجد. لا والله ما هو ما بداكش. الكلمات المعكوسه. ماشي. واو ر ت س ي ا م. مايسترو. صح. اموره زيودة يحييكم من استاد. واحنا ايه في الاوبرا ولا ايه؟ مايسترو وستار. ايه الكورس ده؟ يلا انت متضايق من ايه؟ منه. ما بحبوش انا. يلا بينا. امال ايه بقى الاوبرا؟ بقى بتضايق من اجاباتك دي. انا حر؟ طيب كل واحد واخد فقره. واخد بالك واخد العواصم. علي واخد الاغاني. انا واخد الكلمات المعكوسه. اتفضل. الاكله اللي جايه ايوه تشبه الملوخيه. ايوه والاس ماينس سبانخ. صح. عموره زيوده يحييكم. انا مش فاهم ده كل واحد يشوفها على مزاجه. لا هي في سبانخ وفي خبيزه. انا قلت سبانخ. الملوخيه بتشبه القلقاس. لا طبعا. لا 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 السبانخ والخبيزه اخضر. لا لا يلا. بص انا شعاري الحلقه اللي فاتت كان ايه؟ انا وسخ. القلقاس. يلا بينا. ايوه القلقاس معروف ان هو زي الملوخيه. اقلقسه. بص بالله عليك انت يعني نفس اللون اللي والله العظيم ابوك وامك اتصرفوا عليك في التعليم غلط. والله فلوسهم راحت هدر. البالت تون واحده. اوه البالت تون مع ملوخيه. يلا يلا انت عايز احمد. يلا عشان سخنت والله. سخنت. ادخل كلمه. ادخل كلمه انت في اغنيه مشهوره. اتفضل. انت انت يا حبيبي. طيب يبقى دي واحد. ادي تنتين. ادي ثلاثه ترانكيلو.
ادي اربعة بور فابور. انت وبس. بتاع محمود العسيري. ايه بقى. انت وبس. هي بقى اللي بعد بس. بعد خمس كوبليه. انت ماينس. انا رد. اتفضل. انت الاول. ايه ده. ماينس. يا دين امي. انا بقى. اتفضل. ماينس. لا 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 استنى استنى. هو ينفع غني اغنية غنت في الفيلم؟ لا اتفضل. غني اغنية غنت في الفيلم. محمد هنيدي قال لها انت اللي طلبتي تتطلقي. وتسيبي بيتك. ايوه مشهورة في فيلم. فيلم بس كده. انت اللي طلبتي تتطلقي وتسيبي بيتك وتفلقي. اهو 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 يا جماعة. اهو اهو يا جماعة. ده كان واحد بيغني اغنية تعبانة. والله انا اتلخبطت. لا هو كان انا كان في الاجابة في دماغي. لا هي الاجابة دي انا اتلخبطت. حلوة زي بصراحة. يا عم انت مش انت حبيبة قلبي. حب للاخر. انت في القلب مش انت من الاخر. حقيقي. طب يلا يلا. جاية من بعيد قوي. يلا يلا. الإفيه اللي جاي من فيلم ايه؟ يلا بيه. نبيز أوبروسي هايلة كده رضا؟ صح. حديله. بس قفل. تعال سيع. بص عمر ممكن توجهكم بس في البتاع. بص. ما هي عاصمة دولة؟ كني أستاذ عصام بتاع الجغرافيا. غينيا بيساو. بدو. شفت عارفها؟ شفت عارف غينيا بيساو مذاكرها؟ واحد عد. طيب عد انت هتقعد تضحك. شفت عارف غينيا بيساو؟ وات ذا فاك. انت نسيت غينيا بيساو؟ بانما. بانما برضه. غينيا. ماينس. بس. يلا بس. ترجعلي. عاصمة دولة غينيا بيساو. كوناكري. وركزوا. كوناكري. بيساو. انا ركزوا. انت تقول اختيارات؟ صح. انت هتقول ايه؟ اللي عارف يدوس. لا لا. غينيا بيساو. بيساو صح. يا امي ركزوا. ركز في ايه طيب؟ انا افتكرت تقول اختيارات. الكلمات المعكوسه. يلا يا بيه. ت الف ح الف س م مسحه. صح. عموره زيوده يحييكم من الكلمات المعكوسه. يا جدعان انت مسحات يعني. انا لسه غير مسحات العربيه عشان كده تلاقيه. ايه ده الاخر. المكان اللي ما دل... ها لا لا انا عارفه. بتروح تبدل منه عمله. صرافه. صح. برافو عليك. بغض النظر اسمها صرافه يعني. ماشي معلش. والله العظيم انا كنت قلت لي غلط. لا. اسمها صرافه. انا عشان يا باشا قلت له شيف. قال لي طب الراجل اللي شغال جوه اسمه ايه؟ الصراف. عادي اخويا ولا. يلا اتفضل يا استاذ. اتفضل سيبك منك. ادخل كلمه تاني في اغنيه مشهور. اتفضل. تاني. بحبك. انا قلتها اصلا. لا خلاص بس انا ايه ده تاني. لا تاني. سوري سوري سوري. هو كده هيغلط. تاني ما اتقالتش والله. انا كويس انك مركز. صح. ادخل كلمه تعرف في اغنيه مشهوره. اتفضل. صعبه طويله. معلش انا عارف. سيبه بقى. واحد تعرف. اتنين. تتاتا. تعرف. تعرف. اربعة. استنى لسه لسه بدأت. مش محسوبة. تعرف ال... خمسة. فضل. ادين امي. تكلم. ادين امي. ممكن اقولك على حاجة. مروان بيمسك ايدي. والله بمسك ايدي. صح. ما شفتهاش. ما شفتهاش. لو شفته بيمسك ايدي. شفتهاش. ماينص. طيب. السؤال اللي جاي من السهل. بعد اذنك خليه يحط ايده في النص. طيب انا بعد اذنك. انت عمال ترغي كتير. ماينص عشان قله ادبك. فهتاخد ماينص واحد. انا ناقص قرف. برافو عليك. ايه القرف ده؟ برافو عليك. ايه القرف ده؟ رغي 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 رغي. بقول لك عمال يهلل لي ويتنطط لي ويعمل لي. هتتكلم انت كمان. ماينص. فاضل كام سؤال بس؟ ايوه راح حضرتك حاجه؟ لا انا بس عايز اعرف ايه السباق فين دلوقتي. السباق فين؟ لسه 10 اسئله مثلا. ايه ده انت خمسه معايا والدنيا تحت. كام والله بس؟ هو الفرق من 10. الفرق من 10؟ انجز. ايوه يلا بينا. لسه انت سادس مره تقول يلا. حالة في التلفزيون يا الوقت هيفشل علينا. يلا بينا. يلا بينا يا مان. احمد حلمي. ايوه في فيلم كده رضا. عارفه. طب ايه بقى؟ كم السؤال؟ لا كم السؤال؟ كم السؤال؟ اتفضل. كمل السؤال. ايه؟ ثلاثة. ايه ده؟ هو انت جاوبت اربعة. البتاع ده بيقف كل حاجة بتقف. ازاي يا جدعان؟ لا 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 انت ما كملتش السؤال. ايوه ما هو. طب ماشي ما انا ممكن اعمل كده. لا بقى. لا يا سلام من غير ما الجرس بتاع الوقت بيتوقف في خمس ثواني تقول فيهم حاجة. يا جبتها. هو على فكرة لما حد بيوقف. احمد حلمي في فيلم كده رضا كان عامل ثلاث شخصيات. اسمهم ايه؟ بيبو وسمسم والبرنس. ده السؤال؟ صح. هيسألني يعني مثلا على عنوانهم؟ ما اكيد اسالني عن اساميهم. ابوهم كان اسمه ايه؟ لا كان المفروض تكمل السؤال والله. بالظبط. كان اسمه اريم عشان كان اسمه رضا هندي البنهاوي. حلو كده؟
رضا هندي البنهام. يلا احكي لك قصتهم. عاصمة دولة افغانستان. كابول. صح. شكرا. شو كنت شاكك بينها وبين باكستان. انت ايه يا رفيق؟ انا؟ مش فاهم. الكلمات المعكوسة. جيم نون يه لام واو ب. بولينج. الله زيودة يعود اليكم من جديد. المعكوسة دي اللي رغم الناحية التانية يعني ده اصلا مش عارف احنا بنعمل ايه يعني. انت جايب حلقة تسأل بس المعكوسة دي مش فاهمة يعني بيقرأك الكلمة. باشا انا وانت في مايك واحد عمال تشيله برجلك. اوعى بيقرأ الكلمة بالعكس. بيناصر بيقرأ الكلمة بالعكس. ايوه طبعا. ما انت فاكر ايه؟ ان انت بترتبها. اقول لك ازاي تحلها؟ ان انت بترتبها اسال اللي قال مروان سري. انت اللي هتقول له ازاي احلها. أيوة. اسال اللي قال مروان سري. يعني انت مش بتعيد ترتيب الكلام. طب قول له هو بيقراها بالعكس يعني. بس كده عمر بيقول ر ميم عين. انجز. انا عملت لا لا طب انا ما اعرفش كده. انا عايز اعيد الحلقه. بص يا باشا بس هو قال بولينج خلاص. قول لي كده الحروف. جيم. بص هتقوم انت عامل ازاي؟ اج. اه والله. نون. منج. يه. ينج. لام. لينج. واو. وينج. وليه. ولينج. ايه بولينج. بولينج فات. فاهم ده عشان كده انت جاوبت كلهم. ايوه عشان كده انا سبت اسرع. طيب انا منتال بالنفس. انا 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 لاجتهادك ولشرحك هديك نقطه من عندي بونص. والله العظيم انت محترم. الواد ده بيكرهني يا جدعان. بقول للمشاهدين لو عايزين يحلوها يعني. طيب قاعد ورا الكاميرا ده بيكرهني. لو انت مين قاعد ورا الكاميرا هلا؟ الواد طيب اللي قاعد ورا الكاميرا بيكرهني. انا مهاب. طيب انت فاكر ايه يا مهاب؟ اقعد يا ولد. الحاجه اللي جايه اكله وهي هي مش اكله يعني هي حاجه بتتاكل من المكسرات. لحظه واحده انا مش هدوس اكيد. بتبقى محمصه. تاني عصير اللي هو اسمه رضعة ال مش عارف بتحط مش عارف بتحط في العصير ولا لا. بس تبقى من مكسرات اسمها بيكون من ثلاث حروف. لوز. صح. ربع. ماشي. حب انت المكسرات. انا احب المكسرات. لا برافو يا رجاله هايل. انت جاي تحمس ان جاي تعمل هايل يا من خلاص انا طيب ادخل كلمة حبيب بق 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 في اغنية مشهورة. اتفضل. حبيب. واحد. اتنين. تلاتة بالظبط. اربعة. حبيب. ما يمشيش. اغني له اغنية اي حاجة. حسام حبيب هقول له اغنية. خمسة ماينس. حبيب. حياتي معك. حياتي معك. انا بصر ومدان. سلام. انا بدي النار. يا سلام. الدرع. يا سلام. عندنا هنا عمر زايد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر عليه. وجاوب دي صح. هو كان 8 هيبقى 9 بس اداؤه ما عجبنيش. هيبقى كام؟ هيبقى 7. هو 8 هيبقى 9. خليه 8 زي ما هو لكنه جاوب. ماشي. طيب هو بقى كام كده؟ 8 زي ما هو. ايه معلش النقطه دي؟ لا انا ما عجبنيش اداؤه. الاغنيه ما كانتش اتغنت حلو. طيب الافيه اللي جاي. لا بقول الافيه. اسم الفنان خالد النبوي في فيلم اسماعيليه رايح جاي. هاي جميل. سيبهولي. بس بقى ما تقعدوش تزعجوني. واحد. انت عندك صوت عالي. اتنين. عندك صوت عالي. حاضر. تلاتة. اربعة. اربعة ونص. استنى استنى. طب خمسة الا تل. لا استنى استنى. خمسة الا ربع. خمسة. زيك. زيزو. زيزو. صح. زيزو. زيزو. كنت اقولها والله. زيزو. صح. استاذ مروان. يا زيزو. 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 ما هي عاصمة دولة ألبانيا؟ عاصمة دولة ألبانيا. ألبانيا. طب ممكن كل واحد أسرع واحد يجيبها على الموبايل؟ لا أسرع موبايلي مش هنا أساسا. هي فكرة حلوة بس لا. طيب ماشي قول لنا اختيارات بس ما تقولناش ألبانيوزو فتطلع هي يعني. قول لنا اختيارات. طيب ألبانيوريال. بيرانا. تيرانا. سيرانا. تيرانا. ها تيرانا. صح. ايوه انا عرفتها اول ما هو قالها. اول ما قال اختيارات لان انا في حد عندي على فيسبوك ناس كتير راحت تيرانا. طيب الكلمات المعكوسه. طب ما تسيبيني العب لوحدي في الكلمات. ته مربوطه. العب صحيح. نون. اتش. ي. ف. سين. اتفضل. سفينه. صح. انا عشان فهمت اللعبه انا والمصحف ما فهمها. طريقتي. اديني نقطه. طريقتك يا عم. خد طريقتي وجابها ولا لا؟ ما كانش عارف يجيبها.
بس انا خلاص عرفت والله ما كنت فاهم اللعبه صح. يعني نفس الجينات اصلا فيبقى في خطر كده عليا بعد ما فهم. المكان اللي جاي مكان الفنانين بيعملوا فيه حفلات ويروحوا يغنوا فيه. مسرح ماينس ايه كباريه ولا ايه؟ اعتبرها اجابه. ماينس بيعملوا فيه حفلات وصرح عظيم. دار الاوبرا المصريه. صح. شكرا عمر زايد. يا عمي ايه ده؟ شوف انا افكر اقول انت مش واضح في جواب في اسئلتك والله. ينفع يقول للحكم كده؟ انا بسال بس بستفسر يعني. ادخل كلمه منهم في اغنيه مشهوره. منهم منهم يومينهم فيها فيها التعبير فيها يومينهم. أيوة وهيجي غير. غني 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 ماينس منهم. ادي ماينسنا. يلا اللي بعده. على فكره فيها الحروف كلها. يعني انا لو منهم دي كلمه لوحدها فانت حطيت لها يومينهم، فلو شلنا منهم فبقت يو. ايوه اه يا عم سيمو انا بتعامل مع العقليه اللي بواجهها دي، عقليه انا بواجهها فلازم العب على مستواها. اتفضل. منهم لله. لا دي دعوه. لا انت دي على حال الله يا انت كده مش دي والله ولا ايه؟ منك لله. طيب نظرا ان الدنيا مغمقه نغير الكلمه. ماشي. عشان تعرفوا ان انا انسان عطوف. طب خلاص شيل الماينس. ما انت غيرت الكلمه. ماشي. شيل الماينس. ايه وانا ايه طيب يا عم؟ وانت هشيل لك الماينس. صفر يا عم. خليني ثلاثة زي ما كنت. وانت ثمانية زي ما انت عشان الوضع شائك. الوضع شائك. انت في حتة مش قادر ازودك انت. انت ثمانية؟ انت بتخلص يعني يا عم. واحنا كام؟ انت كام انت؟ هو بيلعبوا معانا يعني. سري كام؟ سري واحد. ادخل كلمة مصيره في أغنية مشهورة. اتفضل. مصيره. مصمم تاخد الماينس. مصيره ايه؟ مصيره ايه؟ الله حبيبي استنى. لا مالكش استنى. مصيره ده بيلحن يا اسطى. استنى 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 جايه. ثلاثة أربعة. أنت عارف حاجة فيها مصير؟ لا ده مصيره. خمسة. مصيره ده إيه مصيره؟ بص يا اسطى هو أنت هديك صفر هديك ماينس بس أنت عشان اللقطة دي ضحكتني خليك ثابت زي ما أنت. يعني انا لحن اغنيه طلع جيتار ولحن اقول لك مصيره مصيره يا عم هتعجبك يعني. طب ماشي ماشي خلاص. ايه يا اسطى انا اقولها دوس قول. والله لو قسما قسما برب لو قلتها غلط قلبي نصيبه فين نصيبه. قال لك نصيبه راح موطي صوته. شفت نزل كده قال لك قول لي نصيبه. والله مش هخدم يا مصيره ايه؟ غير الكلمه مش هي مصيره. لا 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 راجل. طب لا بس خليني صفره النبي بالله عليك. لو حياه ابوك ابدا عشان لا يا راجل. لا لا عشان خاطر بس الرجاع يا سنه قول لي مصيره. خليك في السنه الافيه اللي جاي. قول لي مصيره من فيلم الباشا تلميذ. ده فيلم المفضل. يا عكسفه اللي انت فيها يا حازم. انا ما كملتش والله. انا خلاص هيجاوب. لا المفروض يجاوبوا هم اللي. لا يا جدعان المفروض يجاوبوا. عندي بايخه قوي. المفروض يجاوبوا. لا هكمل. كلكم دوستوا. والله ما دوست. مش هيتحسب. ماشي. يا عكسفه اللي انت فيها يا حازم. ايوه اللي قال الجمله دي محمد لطفي. ما انا عارف. ماشي. كان اسمه ايه في الفيلم؟ اتفضل. حازم. اسمه كان اسمه حازم. حازم صح. طب ما انا دوست الاول. انت قايل له الاجابه في يا اكسلانس. انت بالظبط. طب يا اكسلانس ما انا دوست الاول. هي تركايه. انت جاوبتها؟ ما جاوبتهاش. اكسلانس بعد اذنك انا دوست الاول. انت كملت الفيفا. الراجل ده ما سمعنيش. افتكر الفيفا. عاصمه دوله الكويت. اليونان. اتينا. صح. عندك ده اليونان. هو انت تسعه؟ ثمانية. النتيجة أصبحت عمر زايد 8. أنا صفر بقى. مروان 6. صفر. الكلمات المعكوسة. نون شين يه كاف يه لام به ألف. أبلكيشن. صح. أنا اللي دوست. توقفت ليه؟ كنت هدوس بس انا رايي صباعي بيتفرم جوه. انا اعدي على اي حد. انا صفر يا جدعان. صح. تعدي على اي حد. يلا بس يلا. بسم الله. الحاجه اللي جايه من الصوصات. ماشي. لونها ابيض.
وبتتحط في برطمان رانش. ايه؟ رانش مايونيز. مايونيز صح. لا يا عمر ما هي سهلة. طب انت ليه ما هو يعني ممكن اسالك سؤال؟ ما هو لازم يبقى فيه كرياتيفيتي. ممكن اسالك ما هو اي حد هيبقى هيقول ابيض ايه مايونيز. طب انت ليه رحت للرانش؟ اي عشان عارف ان هو واد اكيل فهو يحب الرانش. في رانش في التلاجة فقلت شافه قبل الحلقة. برطمان يعني. انت عديها لي رانش. مايونيز. والله يا ابني انا كاتبها مايونيز. لو كنت كاتبها رانش والله كنت كاتبها ليه رانش. يلا يا بيه. غريبه رانش. خلاص عمر يعني مع بعضينا بقى. يلا بسم الله. ده ماتش بوينت. ها عموره بص يا ريس بص الظلم. اسم الفنان محمد فؤاد ولا بلاش ده. اسم الفنان حمدي هيكل. مين حمدي هيكل؟ في فيلم فول الصين العظيم. ابو موتى. صح. يعني انت شلت محمد فؤاد وجبت حمدي هيكل. مبروك. صح صح. ابو موتى. ابو موتى حمدي هيكل اللي كان عامل الشرير اللي كان عامل ابو موتى اللي كان عامل ابو موتى اللي محمد هنيدي قال له يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم حبيبي اديني جيت حبيبي تنتهي هذه الحلقه بفوز الاستاذ عمر شايف ويتواجد مره اخرى بالفوق. الله الله على الاخوه ماينص يا باشا. الحاجات دي بتتقفل على الانترنت دلوقتي يا فمونا والله حبيبي يا ابو خلاص 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 هو طهور يا جدعان. احنا ممكن نلعب سؤال اضافي انا وعندي. ايوه ايوه علي. اوكي. طب انت بذمتك انت ستة هو صفر انا ينفع اسويك؟ اه يا مان. ايه يا المان في ايه يا المان؟ لا ثانية واحدة اهو يا البرو. يلا طب انا هسألك لوقت كلمة معكوسة. اسأل. في ثلاث ثواني لو جبتها هديك ثلاث نقط. بجد؟ اه وبدل صفر يبقى كده 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 انت التاني. هو تعمل بيهم ايه؟ هبدلهم. طب يلا قول لي قول لي شحن فكه وانت يعني انا بس لوحدي يعني. اه انت لوحدك مش دوس لوحدك. بلعب نفسي ودوس انت على الجرس. طب يلا ماشي. انا ولا انا حاله خاصه. طب يلا بينا بس هقولها بسرعه. يلا قول. ت مربوطه لام سين لام سين سلسله سلسله. انا بلعب لوحده حبيبي يا البرا حبيبي. 3 6 10 ويا انتهي هذه الحلقه. هل في فوز حبيبي؟ الف الف مبروك يا مبروك يا استاذ عمر. مع السلامه. كالعاده الحمد لله بيفوز عمر زايد باللقاء الساخنه. الحمد لله. مبروك يا مايلو. علينا الاضاءه يا رب تكونوا انبسطتوا. اعملوا لايكات يا جماعه. خلاص كلها حلقتين وينتهي موسم كاس الالعاب. قولوا لنا عجبتكم الحلقه ولا لا في الكومنتات. قولوا لنا مين الضيوف اللي ممكن نستضيفهم في الحلقات اللي جايه. وكفايه لعب قوي لحد كده.